يومئذ عن النعيم. قبل ما نقول النعيم نيجي للجحيم. الجحيم إذا بتلاحظوا هي من جحمة لما بدك تفتحها في القاموس، لكن لو بدك تيجي تفتح على جهنم مثلا، جهنم ما فيش في اللغة العربية ثلاثي له علاقة بجهنم، فهي جهنم إيش يعني اسم منين مخدينه نحن، بس الجحيم له ثلاثي من جحمة جحيم، واللي فيه معنى إيش؟ فيه معنى شدة الحرارة وشدة التوقد، الجحيم. لذلك هم شو قالوا قوم إبراهيم عليه السلام لما ألقوا القبض عليه؟ شو قالوا؟ ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم. إذن الجحيم مستخدمة الجحيم في على أساس أنها إيش؟ المكان شديد الحرارة والتوقد فيه إيش؟ شديد، شدة حرارة وشدة توقد وشدة توهج، بسموه جحيم. جحيم غير لما تقول لي جهنم، الجهنم اسم، جهنم اسم، وجهنم يبدو مأخوذة من لغات ثانية داخلة في العربية وصارت عربية. ملهاش ثلاثي، ملهاش ثلاثي، أو يعني تشتق منه. نحكي جحيم إيش؟ من جحمة. وسعير ترجع لسعرة، مش هيك؟ سعير سعرة. إذن هذه صفة الجحيم، مش بس اسم، يعني جهنم اسم، بس الجحيم اسم وصفة، يعني هي شديدة التوقد، شديدة الحرارة. هو نتكلم فنزل وتصلية جحيم، يعني حرارة شديدة. انتبهنا حتى نفرق أحيانا. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم.